استشهد أسرات الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء إثر سلسلة غارات نفذتها الطائرة الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة، واستشهد 4 فلسطينيين بينهم طفلة وامرأتان جراء قصف استهدف منزلا في مدينة خان يونس جنوب القطاع، كما استشهد 3 فلسطينيين وأصيب عدد من الأطفال في قصف مروحي استهدف خيمة للنازحين في دير البلح. وانتشلت أطقم الدفاع المدني 6 شهداء من تحت الأنقاض بعد استهداف تجمع للمدنيين في منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة. أدانت وزارة الخارجية الأردنية المجزرة التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الثلاثاء باستهدافها مبنى سكنيا في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء وإصابة المئات وفقدان العشرات تحت الركام، مشددة على أن مواصلة إسرائيل ارتكاب الانتهاكات بحق الفلسطينيين والمخالفات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني يعكس عجزا دوليا في التطبيق بقصارم لمعايير القانون الدولي ويعمق الكارثة الإنسانية التي يعاني منها القطاع، ويشجع إسرائيل على مواصلة هذه الانتهاكات. أعلنت النرويج عزمها تقديم مشروع قرار للأمم المتحدة لطلب رأي محكمة العدل الدولية بالتزامات إسرائيل إثر حظر وكالة الأونروا. وأكدت الخارجية النرويجية أن مشروع القرار سيتبنى سؤالا أمام المحكمة حول انتهاك إسرائيل القانون الدولي بمنعها المساعدة الإنسانية للفلسطينيين، مؤكدة أن الخطوة تأتي ردا على القانون الإسرائيلي بشأن الأونروا والعقبات التي واجهتها وكالات أممية، وأن أوسلو تهدف إلى تأكيد عدم استثناء أي دولة بما في ذلك إسرائيل من التزاماتها القانونية الدولية. استأنفت قوات الاحتلال الإسرائيلي محاولات التوغل في مدينة الخيام جنوب لبنان من الجهتين الشرقية والجنوبية، حيث دارت اشتباكات طوال الليل حتى ساعات الصباح الأولى بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة وبقذائف المدفعية ورمايات من دبابات المركبة عند أطراف المدينة، في حين وصل طيران الاستطلاعي تحليقه فوق المدينة ومختلف قرى قطاع مرجعيون. شهد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير انطلاق أولى جلسات فعاليات البرنامج التدريبي تأهيل القيادات النسائية النوعية المقدم من المعهد القومي للحوكمة بتعاون مع جامعة ولاية ميزوري بالولايات المتحدة الأمريكية. وأكد الوزير على الاهتمام بتطوير المهارات الشخصية والإدارية للقيادات النسائية كل في مجال تخصصه وصقل مهاراتهن وتأهيله هنا للمناصب القيادية فنيا وعلميا، وذلك في ضوء الثقة في قدرتهن على إحداث التغيير المطلوب والنهوض بالعمل المؤسسي الحكومي مما يصب في مصلحة البلاد. أكد وزير الإسكان شريف الشربيني أن الوزارة تلعب دورا حيويا في دعم التنمية العمرانية بمصر، وذلك عبر تنفيذ خطط وبرامج متنوعة تعمل على تلبية احتياجات شرائح المواطنين من السكن وتحقيق حياة كريمة لهم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأوضح الوزير خلال عرضه برنامج عمل الوزارة أمام لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ أن الوزارة تطلق مشاريع إسكان اجتماعي لمحدود الدخل وبرامج إسكان متوسط وفاخر، مع الحرص على توفير بيئات متكاملة من الخدمات والمرافق التي تلبي تطلعات المواطنين وتحسن من جودة حياتهم. دعت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد المجتمع الدولي للعمل سويا لإعادة مصداقية التعاون متعدد الأطراف في تحقيق شعار السلام مع الطبيعة في الوقت الذي يسود العالم حالة من الصمت عما يحدث في فلسطين من تدمير كامل للموارد الطبيعية وليس فقط التنوع البيولوجي، مؤكدة خلال إلقائها كلمة مصر في مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP16 أن مصر أحرزت تقدما ملحوظا في تنفيذ أهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي على المستوى الوطني.